اعصابه، الكل كان متحمس جدا جدا جدا، والماتش ضد كل التوقعات وحسابات المباراه من البدايه. النادي الاهلي عليه صعوبات كتيره جدا، عليه ضغوط كتيره جدا، عنده اصابات، عنده غيابات، عنده ناس حتى في الحاله البدنيه مش بنسبه 100%. ولكن كابتن جرحي، تقسيم الادوار على مدار المباراه كامله صراحه شيء يحسب لكابتن طارق خيري، اداره فنيه رائعه للمباراه. طبعا انا بصراحه يعني هقول، هكون صريح معاك، انا بصراحه يعني من امبارح او من اول امبارح ماتش سيمي فاينل انا كنتش متفائل خالص. يعني الاهلي دايما بمنحدر، بس كم الاصابات وكم اللعيبه المجهده وغياب مهند الصباغ وطارق غنام، هو ده الاهلي بالظبط. اتعلم منه ان مفيش مستحيل، اتعلم منه ان مفيش حاجه صعبه بالظبط. لو احنا رسمنا السيناريو اللي احنا قلناه قبل الماتش، لو احنا يعني اللي متحكمين في مجريات الامور، مش هيحصل اللي احنا قلناه بالظبط. هو اللي حصل، قلنا محتاجين النهارده كريم دهشان يشيل مودي في مكانه، وكريم دهشان كان موجود في الميعاد. قلنا السلعاوي النهارده لازم يعمل مجهود كبير جدا، وكان هايل السلعاوي ما شاء الله. سيف النهارده شال طارق الغنام. طارق الغنام احتاجناه في الاوقات اللي فنش لنا فيها الماتش. مودي بخبرته فنش لنا، يعني بالذات الكره الثلاثه بونت اللي طلعتنا باسكت واحنا مغلوبين بونت، دي فرقت جدا في الجيم في اخر دقيقتين. ابراهيم الجمال بصرف النظر عن الرميتين الحرتين اللي ضيعهم، لكن شال الفرقه على كتابه في الاخر. فكل واحد فعلا ادى الدور اللي هو اللي احنا رسمناه. ربنا كان يعني الحمد لله في توفيق، ربنا كان عايز النادي الاهلي يكسب النهارده، بدليل ان الكوره اللي اتشاطت جت في الحلقه وقفت، دي بتتحسب جان بول، كان البوزيشن ساعتها الحيازه للنادي الاهلي. فخلاص هو ربنا كاتب لنا الفوز، كاتب ان هو يفرح جمهور النادي الاهلي. الفرحه باينه ايه يعني، الكابتن طارق الغنام وهو بياخد الميداليات والنجوم الكبار كلها، الحمد لله كابتن سلعاوي، كل النجوم اللي احنا اتعودنا على الجيل ده، اتعودنا عليه ان هو يجيب ميداليات ذهب للنادي ويجيب كؤوس للنادي، وعملوا كتير قوي للنادي. وان شاء الله، بس انا بطلب منهم يمكن اللي الناس بتزعل منه ان هم يعني يعملوا مجهود ازيد. الناس ما بتقبلش بخساره اي بطوله او بخساره ماتش، يعني هم بمجهود زياده شويه يقدروا يحتكروا كل البطولات. الحمد لله احنا لعبنا بطولتين السنه دي، فزنا بالبطولتين. وادي اعضاء طبعا مجلس اداره الاتحاد ومجلس اداره النادي الاهلي اللي كانوا حريصين على صراحه التواجد في اللقاء، وفي اهتمام شديد جدا من الاستاذ عمرو فاروق طبعا نائب رئيس النادي، وادي الاستاذ محمد الجرحي، وادي الاستاذ محمد كراج، كل صراحه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي حريصين ان هم يكونوا موجودين يا كابتن سيد مع الفرقه عشان اللحظه دي. طبعا وهو يعني المجلس كله بيدعم زي ما قلت لك، ونائب رئيس النادي يروح للفرقه امبارح ويجتمع بيهم، والنهارده ادي لقطه الموسم طالي النادي الاهلي، كابتن طارق الغنام، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، ولحظه رفع كاس مصر لكره السله 2018 مع مجلس اداره النادي الاهلي، مع كل الاحبه وكل لحظه التتويج. احلى لحظه في حياه لعيبه النادي الاهلي انه يتوج بكاس البطوله. وادي الشباب الصغير، وادي لحظه التتويج كابتن طارق الغنام، والفرحه الكبيره مع زمايله، مع اعضاء فريق النادي الاهلي، وباين عليهم احساس السيزون، باين عليهم تعب السيزون من الفرحه والغنى والحاجات الجميله. واسف يعني يا ريت الصوت بس يعلى ويشوف ونسمع نجوم النادي الاهلي بيغنوا بيقولوا ايه.